يختم الموسم التسويقي 2024 حقيقة بجهود موظفي الشركة العامة لتجارة الحبوب. هذه الشركة العملاقة التي قدمت الكثير لمحافظة نينوى، وهي اليوم تفوز بالمركز الأول على مستوى العراق. نجحنا بفضل الله وشكره. إنه ليوم جميل ورائع، وأنتم قد أنجزتم المهمة على أكمل ما يكون وحققتم الأهداف المطلوبة منكم. لقد حققت محافظة نينوى المركز الأول في الكميات المستوى على مستوى العراق. تلك هلال الذهب تحكي ملاحم الأيام والليالي، الجهود التي بذلت كبيرة جدا على مستوى العراق حقيقة. وهذا كله النجاح لمرع نينوى ومحافظة نينوى، كله نتيجة الدعم. شكرا للجميع، ونتمنى التوفيق للجميع. اليوم قمنا احتفالية بمناسبة انتهاء الموسم التسويقي لعام 2024. نظرا لنجاح موسم التسويق الحنطة 2024، موسم البركة والإبداع وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة في تاريخ العراق، وخزينا استراتيجيا كما حققنا أكبر إنجاز بالتاريخ في ظل حكومة الخدمات وتأمين الأمن الغذائي، وضمن البرنامج الحكومي برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني المحترم، ومعالي وزير التجارة الأستاذ أثير الغريري المحترم. وقد عملت كوادر الشركة في كافة المواقع والسيرورات على مدار 24 ساعة لخدمة الفلاح العراقي وتوفير رغيف الخبز للمواطنين، وهي غايتنا التي نسعى لها دوما. شكرا لدورة رئيس الوزراء، وشكرا لمعالي وزير التجارة، وشكرا للسيد مدير عام تجارة الحبوب، ونخص بالشكر كل الجهات المساندة للوزارة والعمليات المشتركة والأمن الوطني وكافة التشكيلات التي ساهمت في إنجاح هذا الموسم، موسم البركة والإبداع. الحمد لله، حيث حصلت محافظة نينوى على المركز الأول في تسويق موسم الإبداع والبركة، وهذا كله نتيجة الدعم المتواصل من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التجارة الأستاذ أثير الغراري والسيد الدكتور حيدر نور القرعاوي والسيد مدير فرع نينوى الأستاذ واثق، حيث كانوا لهم الدعم والتواصل معنا من أجل استلام كميات الحنطة من الفلاحين لهذا الموسم. والحمد لله تمت العملية بنجاح وبدون أي إشكاليات ومشاكل، والحمد لله حصلت محافظة نينوى على المركز الأول على العراق، وحققت الاكتفاء الذاتي، وحقق العراق الاكتفاء الذاتي، وهذا الإنجاز تاريخي لأول مرة يحصل في العراق، وأيضا توفير مستحقات الفلاحين وصرفها بصورة مباشرة وبدون تأخير، حيث أن الفلاح يستلم مستحقاته بصورة مباشرة وبدون أي تأخير. كل هذا نتيجة لدعم الفلاح. الحمد لله أن تم نجاح الموسم التسويقي في محافظة نينوى.